أهلا وسهلا، معكم في هاو وان، إعلامية سنية مقيمة في القاهرة. اليوم أود أن أقدم بعض النصائح للشعب الجزائري لمواجهة فيروس كورونا الجديد. أولا، البقاء في البيوت وتجنب السفر. ثانيا، تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى بلا حمى ولا عطس ولا سعال وصعوبة التنفس. ثالثا، غسل اليد بجدية وتكرارا. رابعا، تعقيم المكاتب والبيوت تكرارا. خامسا، فتح الشبابيك من أجل تصفية الهواء. أتمنى للجميع ألف سلامة والسعادة. حاليا يمكن نقول إن الصين قد تمت السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد في داخلها، وانخفض عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة إلى صفر، ولكن هناك بعض حالات إصابة من خارج الصين، لذا فما زلنا نهتم بإجراءات الوقائية. أما حول طرق العلاج، قد دخل اختراع اللقاح ضد فيروس كورونا الجديد في مرحلة التجارب السريرية على البشر، وأيضا خلال الأيام الماضية جمعنا بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي، ونجحنا في علاج المصابين، وقد تم شفاء أكثر من 70,000 وخرجوا من المستشفيات.